تواجه الحكومة الجديدة تحديات غير مسبوقة بملفات ساخنة تنتظر حلولا ناجعة ومبتكرة في عالم يموج بالقلاقل والحروب والتنافسية. ومنذ اللحظة الأولى بدأت الحكومة العمل كخلية نحل عن طريق العديد من اللجان والاجتماعات السريعة لوضع خطط قريبة وبعيدة يسابقون بها الزمن للوصول بالدولة المصرية اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا إلى أعتاب الجمهورية الجديدة. تحديات غير مسبوقه تواجه الحكومه الجديده التي بدات مسيرتها بملفات ساخنه تنتظر حلولا ناجعه ومبتكره في عالم يموج بالقلاقل والحروب والتنافسيه وفي ضوء توجيهات الرئيس السيسي بالشفافيه الشديده ومصارحه الشعب بالحقائق كان لزاما على الحكومه الجديده ان تضع برنامجا شاملا ومدروسا لتحقيق عوائد ملموسه في اقل وقت ممكن وعلى راس تلك الملفات ياتي الملف الاقتصادي كراس حرب تدخل به مصر حقبه جديده تواصل خلالها مسار الاصلاح الاقتصادي مع التركيز على جذب وزياده الاستثمارات المحليه والخارجيه وتشجيع نمو القطاع الخاص وافساح الطريق له وبذل كل الجهد للحد من ارتفاع الاسعار وتضخم وضبط الاسواق كما وجه الرئيس السيسي باهميه بذل المزيد من الجهود في ملف الحمايه الاجتماعيه بتوسيع مظلتها وضم المزيد من المستفيدين من الاسر الاكثر احتياجا بالاستناد لقواعد البيانات الخاصه بتكافل وكرامه وحياه كريمه واتباع نهج الدوله المتمثل في تقديم المزيد من البرامج التي تتسم بالطابع الحقوقي عن الإغاثي لضمان استدامة برامج الحماية الاجتماعية، ولعل ضخ دماء جديدة حمل في طياته آمالاً وتوقعات كبيرة من المصريين في ملف بناء الإنسان المصري، حيث يتطلب هذا الملف اهتماما مضاعفا لحل مشكله الكثافه الطلابيه واستكمال مراحل مشروع حياه كريمه وبناء عدد اكبر من الفصول والمدارس ومكافحه التسرب من التعليم وتطوير التعليم الفني باعتباره قاطره التنميه الى جانب تطوير ملفات الثقافه والوعي الوطني والخطاب الديني المعتدل على النحو الذي يرسخ مفاهيم المواطنه والسلام المجتمعي ومن شأن الحكومة الجديدة أيضاً أن تواصل الاشتباك في الملفات التي كانت تنخرط فيها الحكومة السابقة، وآخرها وأهمها ملف العدوان على غزة، التي لعبت مصر خلاله دوراً مفصلياً كطرف موثوق في المفاوضات، وما زال عليها أن تقدم الكثير حتى تضع تلك الحرب الكارثية أوزارها. ومنذ اللحظه الاولى بدات الحكومه العمل كخليه نحل عن طريق العديد من اللجان والاجتماعات السريعه لوضع خطط قريبه وبعيده يسابقون بها الزمن للوصول بالدوله المصريه اقتصاديا واجتماعيا وانسانيا الى اعتاب الجمهوريه الجديده